محمد عبد المنعم هل شايف ان هو قريب، محمد عبد المنعم استوبر النادي الاهلي، السرد باك النادي الاهلي، شايف ان هو قريب من، هو طبعا مش شبه وائل جمعه في حاجه، ولكن اقصد ان هو لا انت هتخليني اول نبي انا عايزك دي تحديدا هو احسن من وائل جمعه طبعا. هتزعل مني وائل يا عم؟ لا وائل، لا بص طبعا وائل، طبعا وائل لا قعد وائل يلعب لغايه كام سنه يا عم؟ ده بطلنا كلنا يعني، وائل خلانا نبطل كلنا وبعدين لاعب كمل اهو. لا طبعا وائل، وائل جمعه طبعا نجم كبير طبعا ولعيب كبير، وانما محمد، لا بهزر طبعا. محمد عبد المنعم كمان لعيب من اللعيبه المميزه جدا جدا، وبعد كده سريع وخفيف، هو يختلف، هو عنده يعني، وائل كان بيمتاز بحاجات ومحمد بيمتاز بحاجات، كل واحد طبعا، انما الاثنين طبعا الاثنين لعيبه مميزين جدا جدا. محمد كمان من اللعيبه اللي اثبتوا في المكان ده ان 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 هو من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا. بيختلف، هو مش شبه وائل على فكره يعني، هو هتلاقي محمد كمان عنده كتله حلوه. في شبه وائل؟ نعم؟ ما فيش شبه وائل. لا لا لا، وائل لا طبعا، وائل ده نجم عشرة كبير، العمر، نجم وطبعا كبير طبعا، طبعا. بس كمان عبد المنعم من اللعيبه المميزين، حقيقي. ومن اللعيبه اللي بتثبت بوجودها بشكل كبير، لعيب كمان مش من اللعيبه اللي سهل ان هو يتقص، بس يعيب محمد حاجه ايوه واحده بس، ايوه ان في وقت من الاوقات البوزيشن بتاعه ده بوزيشن ما ينفعش ترقص كتير، ما ينفعش ان انت تغلط فيه كتير. تغلط فيه صح ماشي يعني ما ينفعش انك صح. انت يبقى فيه فلسفه كتير، انما هو يعني في وقت من الاوقات ممكن بيبقى مثلا عايز يعمل حاجه، لان هو خلي بالك يعني دايما انا شايف ان امكانيات لعيب نص ملعب مش ستوبر، فهو تحس ان هو صعبان عليه ان هو اتحط في المكان ده، ايوه لان هو والله صح، امكانياته الفنيه اعلى من حلو المكان ده. التشبيه ده والله صح، هو نفسه صعبان علينا وهو بيلعب ستوبر صحيح. ايوه، ما انا بقول لك يعني، هو فتحس ان هو ايه، طب انا عايز اطلع الابداعات بتاعتي، انا عايز يعني مثلا محمد في وقت ما تلاقيه يباصي وبيباصي الناحيه الثانيه، هو الحاجات اللي هي بتاعت عارف انت لا ف ف فطبعا، انما هو لا لاعب طبعا كبير اكيد طبعا اكيد مهم، طبعا لعيب من اللعيبه المميزه، وفاق مع النادي الاهلي في الحته دي كمان بشكل كبير، ومع وفرق مع المنتخب مصر. كمان اكيد هو اكيد موجود اكيد طبعا دلوقتي مع بيلعب، المنتخب. والماتش كام كام معلش؟ احنا كسبانين 2-1. طب الحمد لله، ده اصل صلاح ضيع واحدة يعني غريبة جدا. لا بس كسبانين دلوقتي الحمد لله 2-1، بس الاداء مش افضل ما يكون، بس اهم حاجه طبعا النتيجه في وقت من الاوقات، لان المنتخب الاوروبي عامل علينا كمان مباراه كويسه. اتمنى ان شاء الله اني طبعا يعني كل التوفيق اكيد للمنتخب، لان في الاول وفي الاخر احنا بنبقى سعداء لما منتخبنا كمان بيحقق نتائج كويسه حقيقي وبيحقق نتائج طيبة. وسعيد والله كمان اسلام بالمداخلة معاك، وان انا ابارك لكل جماهير النادي الاهلي اكيد من خلال قناة النادي الاهلي والمجلس ادارته، وللعيبة كمان اللي هم بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله للجميع فيما هو قادم ان شاء الله أنا باذن اللي الله. بشكرك جدا جدا النجم حبيبي يا الكبير اسلام، كابتن أحمد حسن على ربنا وجودك يخليك، معانا، وشرف لينا إن حضرتك تكون معانا على الهواء ربنا مباشرة. يخليك شكرا جزيلا يا نجم، شكرا جزيلا لكابتن أحمد حسن نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق.